المنطقه اللي نحن فيها في باب المناره اللي هي وراء القصبه وبعد فتحه الجنرال اسمها السراجين. اسمها السراجين وانا جولي غوندغ ايماج للحومه هذه باب المناره وحومتي والسراجين اللي هي بدات تموت كمنطقه اسمها السراجين لانها كانت من اهم المناطق في تونس. كانوا يخدموا السرجم تاع الحصنه اللي هو كان لو بريستيج نتاع قبل خاطر كان فما حصنه برك كنت فما كراهب والدنيا كانوا البيات والدنيا كانت تري بريستيجيوز الحومه هذه ودايور مازالت فما وزارات وفما دنيا وفما دي مونيمون هيستوريك فما معارف فما لانستيتيو دو باتريمون فما دي غراند شوز دونك سكي مونكي سي مونكي ان كافي هكا كولتوريل ان كافي و لي جون سو فوا حاجه ما انتر لو مودرن اي لو اي لو تراديسيونيل اي لو اي لو باتريمون ما فماش دونك حاولت نعمل حاجه هذه بطبيعتها حومتي وبلاستي و سان دون روا كو جيم بوكو.